Peut-être Borara, mais je connais Borara, la cage 17 ou la cage 22. جهتكم. السلام عليكم، الزوف الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ حسن عدلي يتكلم من غرفة سيتي ليدين، الغرفة العائلية المحترمة. كما قلنا كالعادة هذه غرفة عائلية محترمة تاع الرجال تاع النساء تاع الدراري تاع الطلاب تاع اللي يصلوا اللي يديروا سبور إلى آخره، إن شاء الله تكون محترمة. واش نقول لكم دوك وين فتحناها نقصروا شوية مع ولاد حومة ولا مع الناس واحد أخرين أو معنا مصطفى طاليس كالعادة، مصطفى البوغوز ديالنا. أهلا بك مصطفى. اخوي حسن، السلام عليكم. صافا؟ الحمد لله الحمد لله. اليوم سمعنا كذلك وفاة الأب تاع بغرارة. بغرارة والله ما على بالي شكون بغرارة. اسكو بغرارة تاع مدخل 22 دوزيام ايطاج ولا بغرارة تاع لاكاج مدخل 17 تروازيام ايطاج؟ لا ما انشغلت والله ما على بالنا شكون. واش نقولوا تعزية للعائلة بغرارة فريد طبعا. بغرارة، ما على باليش شكون بغرارة، اسكو تاع المدخل 17 ولا تاع المدخل 22؟ باسكو كاين زوج عائلات بغرارة في حي الكثبان. إن واش شاء الله نقول تكون أهل الجنة. ان شاء الله يكون مثواه اهل الجنة كما قال مصطفى، وان شاء الله يصبر العائلة، وان شاء الله ربي ينحي الحزن في سيتي ليدين. اشاك فوا نشعلوا نشوفوا نسمعوا واحد توفى. واش نقولوا البلاء هذا راهو خطير بزاف بزاف، راه ما من الانجليز او بدا يولي لها بالعقل، كاع راهم خايفين، كاع قالوا لهم لبسوا لي بافيت. والله ما على بالنا وين رايحه. اسكو هذا المر مخدوم اصطناعي كما قلنا وظن عاودوها فيه الشك؟ هذا المر كان اللي يقول لك ربي سبحانه، باسكو الناس ما راهيش في بلاصتها، كثر كما نقولوا احنا الذغل والعنف الى اخره والكوك، هادو التشابهات هادو. احنا واش نقولوا؟ ندعو من ربي، غير ربي سبحانه اذا يقول لشيء كن فيكون. ربي سبحانه ان شاء الله ينحينا هذا الوباء وينحينا هذا الحزن اشاك فوا نشعلو. واش نقولوا كذلك؟ نخلي هذه الرساله كذلك، مش غير حومتنا، في بلادنا احنا بونوح نورمالمون جيت نشعل الفيديو الاول واحد دي مينيت البونوح، صح معليش جات كيما نقول لك اضرب عصفورين بحجره واحده بابونكارا. احنا واش نقولوا؟ الخميس ولا الجمعه راح نديروا هضره صحاب بونوح وبغني، يدخلوا شي ناس كش ميتسان كش جماعه تما، ان شاء الله راني بعت لهم كاع لي ميساج نشوفوا كيف اليوم في الليل يردوا لي. نديروها الجمعه ولا الخميس بعد مور الخمسه، نشوفوا الناس كيف راهي تحس. لازم 48 ولايه ولا 45 ولايه يشوفوا والضربه والراهي كيما راهي في بغني، راهي الدور اللي تقيسو تقتلو تما. الله يستر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لي زوبيتو راه معمرين، ديك الاكسجين ما كاش، راه الجزائر راهي في تهلكه. بصح حنا واش نقولوا؟ ما تقلقوش ما تبانيكيوش، بيان سور لا بانيك الناس كاع تحكمها لا بانيك، لا غالب كي تجي الموت راهي غير الدور دور بارتي والامراض راهي الدور والناس راهي تعدي. سمحوا لي باك طياره جايزه ما عنديش قادر البروي، اسمحوا لي. نعم، واش قلت؟ لازم نعرفوا واش من السبب. على بالنا دوك لافاك تروازيام راهي انترناسيونال، على بالنا بها هذه لا نقاش، ولكن كيفاه المحيط تاع الجزائر مغلوق كاع كيما يقول لك، المطارات مغلوقين، ليرودروم مغلوقين، لي فرونتيير مغلوقين، كيف جا الضربه؟ قال لك لابليبار جاو من العراس، لابليبار جات من الحراك، من الحراك راهو داخل الجزائر ماهوش خارج الجزائر. دوك حنا واش نقولوا؟ ان شاء الله راح نبعث هذا لو فيديو تاني البونوح بغني باش يكونوا واجدين، باش نهضروا اون جينيرال على بونوح بغني درع الميزان تيزي وزو، ونزيدوا نحكوا على الولايات واحد اخرين، باسكو الولايات واحد اخرين ماناش نسمعوا تقاسوا بزاف، كاين ديكا ماناش نقولوا نو، ولكن الا مشات في بوني صافي راح تمشي جاي كاع تبقى تتسرب بارتو، باسكو هذا المرض عنده لا فيتيس قويه. لافاك دوزيام كانوا عنده 70% لا فيتيس، هذا قال لك ما تعرفش كيف فتح حكمه الله اعلم، دي فوا يديروا لنا الشك الله يصلح. حنا واش نقولوا؟ من فضلكم من فضلكم من فضلكم
اللي عنده الوقت يروح يدير الفاكسين بلو فيت بوسيبل. ها واش نقولوا حنايا، مانيش نسيف عليكم انا كان نفسي، باسكو كان واحد سبورتيف في بريطانيا معروف، هذا سبورتيف عنده 42 سنه يطلع للجبال يتعوق، صحيح معروف، والله غير باح توفى غير ضرب الكوفيد جاي ديال الفاكسين. ابو كان يشكي كان يقول انا ما نسمعش بالفاكسين ولي سبورتيف، ها وقاسو تما قتلو تما طاح، او البارح تسول فات 42 سنه كما يقولك اقوى انسان يطلع الجبال يطلع. واش نقولوا حنايا؟ ربي يعطينا الصبر، ربي نحينا المرض هذا، يشفي المرضى تاعنا، ولبسوا لي فافيت لي ماسك لو جيل، ما تبدلوش قهاوي الكيسان مغارف ما سرابت في الديور، واحد يعدي بعيد شري مد الخوه ولا الى اخره، ما تروحوش بزاف في العراس، العراس لازم دير ليميت ولا ديستونس اون ميم طون. هذيك المراه تسلم على اختها ولا جارتها ولا من فضلكم نحو هنا، معليش كاع ما شحال عندنا ما سلمناش حنايا اعوام وعوام وعوام، معليش جا الوقت اللي لازم بنادم ياخذ. واش نقول لكم؟ ها واش نقول؟ ومصطفى راه الكلمه ليه ان شاء الله. مصطفى من فضلك تفضل. انا حسن، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كنت هذا العرس اللي راه يصرا، واش من القلب اللي يعطي لك يولو كان يكون عرس تاعك؟ واش من القلب اللي يعطي لك تحت تزوج والناس يتموت؟ دونك نعم، انت يعطيك قلبك انت نهار زواجك وجارك راهو يبكي مسكين. الله يعطيك الصحه، كلمه شابه هذه مليحه بصفه. وي لازم شوي، لازم نحلو شويه قلوبنا، نوسعوا قلوبنا، نسي لازم نضامنوا بيناتنا. ماشي هيك تاع يا خويا، انا هاي لك عندي بنت اختي هاي تزوجت، ما عندهاش عندها دوكا شهر ملي تزوجت، الحق جات الكورونا هذيك قالت لك نصبر، والا ما كاش نروح بلا عرس، ماشي لازم ندير عرس، راك فاهم؟ تما نعم نعم. انا ليا بالنسبه ليا دير كيما يقولوا، دير اسمه واش قال ربي سبحانه، فهم؟ طبق سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي اوبليجي لازم الصلاه، تروح تجيب الصالة، تروح تعدي كاع الناس، بالك بنادم واحد طفلة ولا طفل بالك راهي بوزيتيف تدخل تدمر كاع الصالة. علاش يا خويا؟ هذه هي ها المشكل هنا يبدا. نعم نعم قريبيان. ابكي انت وحدك ولا انت ابكي انت وحدك، خمل تبكي معك أمة محمد كاع. نعم يا خويا هذا يا ما راحش تقدر تتزوج، ومن بعد عندك الوقت ادخل دير الاخر تاعك، دير المرأة تاعك ولا دير انت راجلك، روحوا لدارهم ومن بعد عندك الوقت دير العرس العام الجاي الصيف الجاي، راك فاهم يا خويا؟ علاش نحكي لنا يما؟ فهمتني؟ انا شوف وفرنا القاعة العرس نو مينيموم مينيموم قلبك لازم يكون حزين على جارك مينيموم. نعم فهمت مينيموم لو مينيموم لو مينيموم يا خويا. يا خويا في عرض كيما نقولوا هذاك ويبكي نبكي معاه، علاش انا هذاك يبكي وانا نضحك؟ نو نعم كيف لوجيك، لازم واحد يخمم لا لوجيك برك. هذا ما كان نخمو العرس هاي ليك هذوك نزيدو نهضروا ثاني على الترقان السمانه اللي فاتت دايرين كورتاج طفل صغير فوق الطوا، الاخر يلعب بالطوموبيل حتى الطوموبيل تقلبت كاع بهم هاي في الفيسبوك. علاه؟ ومن بعد نقول انا الدوله، ماشي الدوله حنايا، مقبل ما الدوله لازم احنا ننظموا روحنا، لازم احنا نتادبوا، لازم نترباوا، لازم نطبقوا القوانين تاعنا، لازم ناخذوا الحذر. فهم علاش توقع ها من بابك عشنا كنا في عرس عشينا في جنازه؟ علاه؟ الله يسترك مستر ترابيا. كنا في عرس ولينا في جنازه يا ودي، والله العظيم غير انا نقول الحق. انا هذو الناس تاع اللي يقول لك الدوله ماشي الدوله، والله ما الدوله، الدوله في بلاصتها والشعب في بلاصتو، فاهم حسن؟ نعم اوكي. مصطفى بعث لي الميساج رشيد وهنا بك خويا رشيد، قال لك بغراره تاع لاكاج 17 لاكاج 17 مصطفى وقال تروازيام ايطاج لما انشغلت الله يرحمه ويسع عليه، نعرفهم بيان سور بغراره. انا عم بات لي بغراره تاع لاكاج 22 باسكو دوك معروفين اكثر من تاع لاكاج 17. واش نقولوا حنا؟ خويا فريد بغراره ربي يعطيكم الصبر، عباس بيان سور وليدو عباس حبيبنا كذلك فريد كاع مملك بين سيد اسمه الكبير. واش نقولوا؟ ربي يعطيكم الصبر وصبر وصبر ان شاء الله. رانا نشوفوا بزاف من الناس ما يتوفاو،
الكورونا غاست بزاف بزاف ناس، اسمحونا هذا الكلام، ولينا كي نهضروا تحكمنا الرعبه كما نقول حنايا. علاه؟ باسكو تروح ترقد غدوه تشعل التليفون تاعك ولا الميكرو تاعك ولا تشوف واحد مات في حومه. كل ما نشعل انا، كل ما نشعل على بالي ندير بزاف تعزيات تاع لي ديسي دي سيتي لي دين. ان شاء الله كاع نعرضكم تما تعودوا تشوفوا جميع اللي توفوا ولاد حومتنا، ان شاء الله يكونوا في الجنه. درتها سبيسيال كاع ولاد حومه باش كي يشوف واحد باباه ولا واحد يشوف جاره ولا يدعي له بالخير باش ما نساوهمش. هذا ما كان صدقه جاريه هاي لك. عائله بغراره واش نقول لكم، باسمي انا حسن عدلي وعائله عدلي والناس كاع في الغرفه تاع سيتي ليدين هذه وخاصه مصطفى راه معايا، نقول لكم انا لله وانا اليه راجعون، وان شاء الله الاب تاعكم يكون في الجنه مثواه الجنه مع كاع الناس اللي في الجنه. وكذلك ما ننساوش الصبر الصبر الصبر، واللي راه مريض ربي يشفيه، ها واش نقولوا، واللي راهو مريض بالكورونا كذلك من فضلكم سي يخرج وحده في اللي لاذق خاطره ولا من قبل ما كوفر فيها تاع 8 ولا يروح لافوار يروح الارديس يروح وحده ما يروحش مع الناس، واحد ما يروح معه باش ينحي ذق الخاطر باش ما يحس يزيد يعدي الناس ولا الى اخره. يقول لك انا ذق خاطري نخرج برا ومن بعد يهبط في الدروج يتلاقى بواحد يخنس معه الى اخره. من فضلكم سي يخرج كي الناس تكون راقده ولا نوض صباح بكري، معليش باش نحي ذق الخاطر، البس سيرفات روح اجري روح المازله دور تما بكري نحي على خاطرك. هذا ما كان هي حاجه صغيره ما تقلقوش، على بالي حاكمتكم بزاف لابانيك، باسكو لابانيك تاع الانجليز صعيبه على تاع الجزائر، تاع الانجليز والله العظيم ما كنا نرقدوا، تخدم مع الناس كاع مراد ناس وما على بالكش، وعلاه على هنا غير الفورينر هنا ما كانش لي زونجلي كاع البلدان هنا، كل واحد عنده مرض. كنا كاع خايفين، مي الحمد لله سلكنا لها كما يقول كنا. علاه؟ السبب الرئيسي كنا نلبسوا لي بابات نديروا جيل، عندنا لا ديستونس، ما نمسوش كاع الماكله تاعهم ولا واحد مسك حاجه، واحد مسك ستيلو تاعو، واحد مسك كرسي تاعو، واحد مسك طبسي تاعو، هذاك واحد كل واحد في حده، وما كناش نخالطوا معاهم كذلك، ما نهضروش معاهم بزاف. يا خو من البعيد هضر معايا انت من البعيد نهضر معاك، زوج مترات وطلع ما كانش هبط هاي لك. وحنا واش نقولوا من فضلكم احترموا القوانين الطبيه باش ما تعدوش الامهات والاباء والعجاز والشيوخ، هذو ما الصح، هذو اللي حكمتهم المناعه تاعهم راهي ضعيفه، ما كاش حاجه اللي تقاوم كما يقول لك ديفونسيف، حاجه اللي تقاوم كشمر اللي جاه سواء لا غريب ولا لا فيفر هذه ولا لا دياري ولا حاشاكم الى اخره. من فضلكم ها واش نقول لكم انا. حبيت نسقسيكم من فضلكم، عندي بك سؤال صغير. الجمعيه تاع اللي راهي حاكمه تاع التعقيم اللي راهم يعقموا كاع المحمديه كاع تعرفوها، اجات واسمها ا جي او تي اجات المحمديه، الرئيس تاعها هو سعيد يونسي. والله غير بعث لي ميساج مقبله دو ميساج كاع، قال لي يا حسن الحاله راهي ما تشكرش، سيقوا الناس اللي قادرين اللي قادرين في الجزائر في ليدين ولا في المحمدي ولا يشروا لهم هذو ماشينه تاع التعقيم هذو ورخاص. قال لي رخاص بزاف بزاف، سي كيف يتعاونوا؟ قال لي الحاله ما راهي خطيره، وهذا رئيس وبينيفول ما يخلص بينيفول، راهو استاذ في مدرسه استاذ ثانويه لا مش غلط، وممتو رئيس تاع الجمعيه اجات سعيد يونسي، راه معروف في بلديه المحمديه معروف كاع يعرفوه. قال لكم من فضلكم عاونونا من فضلكم، الحاله ما راهيش تشكر، باسكو اللي كان كملوا هكا يتعداو كاع كومبلي كيما، باسكو هما اللي كانوا يديروا التعقيم في ليدين يطلعوا في ليزيكا واسمو ليزيسكالي والديور الى اخره، داروا كاع الجزائر، داروا كاع بلديه المحمديه حي بحي، داروا لا فيجيلي باسكو كنت نتبع فيه لايف يشعل لي ونشوفوا. من فضلكم اللي يسمعني ميساج لوجه ربي سبحانه، لوجه ربي جميع اللي عنده الام ولا الاب وخايف عليهم يسي يتبرع لهذه الجمعيه بينيفول، عندهم كونت واحد ما يدي واحد معروفه كما يقول عندها لاغريمو مع الحكومه يخدموا بينيفول. من فضلكم انا خلي الميساج هذا، اللي يحب يتبرع اللهم بارك حسب الاستطاعه، اللي ما قدرش معليش بالدعاء ماشي بالسيف، الله غالب. قال لي اهدر مع اللي راهم في الاوروب، حنا في الاوروب راهم كاع يجمعوا كاع رانا نديروا حملات ورانا نستناو،
من ليش نقول لك انا يمدوهم للجيبي ولا اليدي نو، راه كاين جمعيات اسوسياسيون تراس هادو معروفين هادو، كيما تاع لندن اللي حكمها اخونا ياسين الله يطول في عمره، الله ان شاء الله البركه فوق البركه، اخونا ياسين اللي حكم الفتح تراست راهو خلى الميساج الفيديو عنده واحد 4 ايام، قال لكم رانا نجمعوا راح نبعثوا الدراهم البرج الكيفان لما ان شاء الله عندهم واحد 100 سنه معروف يعني يعرفوه، هو اللي راح يحكم المسؤوليه ويشيلوا لي ماشين كاع يعاونوا. شوف كاين الناس والله ما راهي ترقد، كاين الناس عندها دراهم على بلاش واش دير بهم، والله ما فيه البنا، راني نقول لكم اكسبيريونس تاعي وكاع تاع ناس لهم في الغربه، الجميع اللي عنده دراهم ما فيهمش البنا دوكا، هاو جارك مات، هاو جارك مات، هاو خوك مات، هاو هذا مات، ما باش اسكو هذوك الدراهم ما باش تفرح بيهم ولا خير ربي يضاعف لك دراهمك، صدق معليش كاع ما كاش اللي ما جاش عليها، ما نش نقولوا صدقنا نهضروا بالفم، نو يا خو كل واحد ربي كيما يقول لك ان شاء الله اليد اليسرى ما تشوفش اليد اليمنى كي تصدق. سعيد يونسي اجت المحمديه، الجميع اللي يحب يتبرع من فضلكم من فضلكم من فضلكم، قال لك الحاله راهي خطيره، شتيت كانت ضربات على اليدين تقاسيت، هما هذيك الجماعه هما اللي جاوا تما. هاو شكون يونسي حسن اسمح لي شكون يونسي؟ يونسي سعيد هذا رئيس الجمعيه هذه تاع اجات المحمديه. نو نو هو منينو؟ من المحمديه ماشي من حومتنا. يا خاطر الله الله كاين يونسي. نعرف يونسي، نعرف صحابي يقراوا معايا يونسي نعرفهم. نو 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 هذا ما يسكنش، هذا جاب له ربي وسكن في لي زونفيرون تاع ليبان دوكا، هذوك الجوايه تاع مارس ليبان ليدو. هذا علاقه مع دار مع دار مصطفى وكريم يا خو كاش خلينا ندخلوا قصه معاها واش نقول لك. مصطفى دخل معنا، دخل عنده واحد عام وشي، دخل معنا دخل وقل تروا فوق، دخل مع المير ثاني واحد ضربه قصروا في زوج، تعاونوا عاونهم المير وشراو لي ماشين بيع، مي قال لك لازم يتعاونوا. كانت في المحمديه دوك راهم بارتو، فهمت الناس كاع راه يتعاونوا. نعم شت علاش حنايا شغل حوايج تاع تضامن هذو، ما حنا ولاد حومه ناقصين فيها، شتو كان عندنا انكاس في الحومه، عندنا انكاس، عندنا انكوت في الجزائر، ها نساربو يا ولو كنحطو كل شهر 5000 كل شهر. بصح راهي الجزائر كاع هكذا مصطفى، حنا ما حنا مش ماشي حوايج على الجزائر، راني نحوس إيه؟ على حنا بكري بكري حنا نهضرو على ولاد حومتنا حنا. نعم نعم راني فاهمك مصطفى، راني معاك. لو كان درنا لو كان صافي لونطون ملي كنا نذبحو صافي دوكا قريب عامين، دوكا حطينا انكاس هنايا فهمت، 5000 كل شهر دايرك دابي 5000. نعم راني فاهمك راني فاهمك، اسمح لي في الشهر دقيقة دقيقة نشوف لي كومونتير لي كومونتير بك. رشيد والله يعطيك الصحة قال لك لاكاج دي سي تروازيام ايطاج، هذوك هما دار عباس. نعم محمد خليفتي اهلا بك خويا، توحشناك خويا موح الله غالب محمد، بدات الخدمة حصلنا كاع ما كاش كاع الوقت وكتا، ان شاء الله راني سمانة فاكونس ومونكس روح تنشبعوا كاع. رشيد اهلا بك خويا ويسلم عليك مصطفى. رشيد سميش راهي تضرب في ليكرو مانيش قادر نشوف انا، سمحوا لي لازم او ماني راني برا والله ماني قادر نقراها. خذ على حسان احنا تانيك احنا نسالو فيها فاهم. نعم نعم مصطفى شكرا. نعم. احنا نسالو فيها كذب عليك ولا احنا نسالو فيها بزاف بزاف، ماشي لازم نكونوا احنا ولاد اليدين ولاد اليدين ونعاونوا غير ولاد اليدين، لا لا حتى حنايا جات لوكازيون هذه، الناس في الجي ولا في الحراش ولا في بيلفور ولا في لاراديوس كاين ناس مقيوسه، لو كان عندنا حلينا كاش كونت نحطوك شي واحد كونفيونس راك فاهم، نحطو 5000 في الشهر 5000 في الشهر. راني معاك مصطفى، نبعثوهم من البلاد كي تكون كاش اوكازيون شعب سامع على باش قدر الله كش ما صرا راهم دراهم تما في البلاص يرفدوهم يروحوا يشرو. راني معاك مصطفى، احنا بكري كاينه مصطفى، ملي كنا تشيتشوان كاينه تاع المسجد، الجوامع في الجزائر كاع عندهم هذه. كانت كاينه دوكا خلاص، كان في كيما نقولوا الماضي ناقص، دوكا خلاص كان ماش نحكوا على كانت خلاص هذه كانت ما نحوسوا الى كاين. اسمح لي دقيقه الصون الطياره دقيقه اسمح لي.
راني معاك مصطفى. دوك علاه راهي ناقصه مصطفى؟ باسكو المساجد كانوا كاع مغلوقين، والناس كانت تبرع في المساجد، والمساجد كانوا يوزعوهم دار المساكين والفقراء، دار اليتامى، هادو دار المحتاجين، الناس اللي مزوجات مطلقات ولا اللي توفرات ولا ارملات هادو. مي كي طاحت الكورونا برسك عامين، قريب عامين يا خو، خلاص كلشي نشف. وعلى الانجليز ماش ناشفه مصطفى، والله باش يعطيك دوره دوكا غادي يبكي، غادي يبكي انجليزي باش يعطيك دوره، مبكري وما مزيرين دوكا باش يعطيك دوره الحسره. حسام، احنا ماش نحكوا على الانجليزي، احنا نحكوا على، احنا احنا مد لك نحكوا على مثال، توك. انا معاك لازم تمد مثال باش تفهم باللي الجزائر مقيوسه، العالم كاع راه مقيوس بهذه الكورونا، ماشي غير الجزائر. ايه بصح حسام، نحكوا احنا طونك، احنا لي زالجيريان زعما سوا ديزو، احنا مسلمين، لا اله الا الله محمد رسول الله، درس فهمت؟ احنا شغل نؤمن بالقضاء والقدر. بصح واش راني نقول لك، حنايا مليح 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 تكون عندنا حاجه سيكور، عندنا حاجه تاع باك اب، فهمت؟ عندك اهي الباك اب حاجة تاعك، اي تاع حاجه الضرورة بصلاح، ليزيرجونس كيما ماشي نقول. لازم، سي با اوبليجي لازم تكون غير في اليدين. بالك كاين في بيلفور، كاين في لا راديوز، والله كاين في غير لا كاين يا سيتي، مصطفى، كاين انا في لا بك فارسي. مصطفى كاين كاين والله غير تزايد كاع خير خو، انت تزايد تقدر له انت والله، كي تلحق الخير غير تلقاه يسبقك، ميم تلقاه عدو ديالك ولا يدار معك ولا، مي كي تلحق للخير القرح والفرح والله غير تلقاه هو الاول خويا مصطفى. طيب قال على بالي لي حسان، على بالي، بصح قلت لك اليد واحدة ما تصفق. بصح إلا كانوا 20 يد خير من 10 يدين. صح كاينين مصطفى، إيه راك ما تشوف إما ما يديروا الفيسبوك، والو، انا بعد كنشعل واحد على الفيسبوك نشوف بزاف جمعيات في الجزائر، والله غير معمره يا مصطفى، والله غير راهم قاع يجروا قاع راهم يتجبدوا بك، حنا رانا في الانجليز رانا بعاد، يقول لك والله ما مشي تعاون، باسكو على المخ تاعك راه في الانجليز، بصح تهبط للجزائر تلقى الجوامع يتعاونوا، اللي ريشار هذوما يتمدوا كما يقول بالخفاء، والله ما يقول لك حنا بك ايه على بالنا والله حسان، غالب راني كاين بعاد. رشيدو كاين اهلا بك، رشيد ادخل حبيت قصه، ادخل الموضوع هذا انت ومصطفى، انا ما نقدرلوش هذا الموضوع. حسان، كاين ناس يتعاون. بصح واش راني نقول لك يا حسان، تران تو اندرستاند مي، واش راني نقول لك، ما يكفيش الناس واش يتعاون، ما يكفيش عبق باللي كاين في الجزائر. والله يا حسان انا راني نتبع لي زو سوسيو هذوما، راني نتبع نعم الفيديو هذا، راني نتبع فيها بزاف والله غير 24 اورز، راني نتبع اقسم بالله، غير الناس زواوله هما اللي راهم يجوا اكثر من الناس اللي عندهم دراهم. صافا صح، هذه كاينه، هذه معاك، هذه راني معاك مصطفى من بكري، يا من بكري زواني توجور من بكري. غير الناس زواوله، غير هما مساكن اللي راهم يجوا اكثر من الناس اللي عندهم دراهم، سبحان الله. نعم نعم هذه من بكري. علاش قلت لك حسان يكذب عليك، يكذب عليك. شوف لارجيري الله يبارك كبيره وعريضه، نقول لك حاجه، تروح لارجي سونتر كاين دي ملياردير، تروح لسطيف كان ملياردير، تروح لباتنال كان ملياردير، تروح للشلف كان ملياردير، اي ناحيه من لي ولايه في الجزائر كاع عندهم ناس لي الله ملياردير، كاع يبارك عندهم. الله يبارك. ما نعم تقدرش نتايا على في ليدين ما عندناش واحد لاباس به، كاين في ليدين الناس لاباس بهم، في رابي جري ليدين، كاين. ليدين رب راب اسعيد، رب راب اسعيد وليد ليدين، سون سيتي لي نو، سون سيتي لي نو، في بيرفور ايه كاين انا نقول احنا ملياردير، نمد مثال مثال في الحراش، في الحراش كاين لي ملياردير تما، باش تقول لي انت ما يقدروش يعاونوك. انا نقول لك قسما بالله، غير في سمانه غير يقضوا كاع على هذا المشكل تاع ان شاء الله ان شاء الله. والمصابين لا حبك على الماشينات هادو، ما كاع اقسم بالله غير يفروها، غير سمانه ان شاء الله. غير يفروا كلش. مي كما يقولوا للاسف 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 يا اخي ان شاء الله، كما يقولك ما نفشلوش مصطفى، واش نقولك ما نفشلوش. ماشي حسن، حسن شوف حسن، ما هي هي ما هي مليحه وماشي مليحه. مليحه تدير نداء لولاد حومتك، مليح السوشيال ميديا رانا نهضروا، تقدر دوكا يطلعك شي واحد براني يعيط، خويا السلام عليكم، انتم كنتوا تهضروا على هذه، على المعاونه هذه، ماذا بكم يا خوتي، راه عندنا في بلاصه فلانيه والله رانا مضرورين، راك فاهم، يدخل ما نقدرش نرفضوا. نعم ماشي لازم يكون وليد الدين ولا وليد بيرفون نعاونوه، ما بيكم تجي واحد اخرى نقولوا رانا هنا معاك، والله غنعاونوك، والله غنعاونوك، فهمت؟ ما ولو كان ما نقدروش إيه. نقدروا نعم نعم مصطفى راك فاهم. واش راني نقول لك، مي واش راني نقول لك، الاكشن از نوت ذير، هذا هو المشكل. ما نعم كاش لازم ما عندناش برومي با، البرومي با مازال ما كان، صح راني معاك، اكشن هذه مازال ما داكشي. واش صار لنا البرومي با هو صعيب مصطفى، الناس هي حشمانه، الناس ما تعرفش، الناس ما سمعتش. حسن
كاين زوج حوايج، وي كاين حوايج الانسان اللي ما يحشمش فيهم، الخير والماكله. واحد كيجي يعرضك الماكله ما تحشمش، والخير ما تحشمش. هاد زوج حوايج الانسان ما يحشمش فيهم. وين تحشم؟ نعم. الحشمه وين تكون؟ كي تشوف واحد كبير عليك تحب دير حاجه ماشي مليحه تحشم منه، تروح تعاون عجوزه كبيره تحشم، تقول روح نعاونها. هادو هما الانسان اللي يحشم فيهم، ماشي تحشم باش دير الخير، ولا تحشم باش تروح تاكل عند انسان اللي يكرمك واللي يعرضك. هادو جوج حوايج نقولهم لك ونعاودهم لك، الماكله والخير، ما تحشمش منهم. هذه هي، انا هادو واش نعرف، فهمتني؟ مي للاسف على باليش اخ شو الصراحه، حسن هاد الضربه نهار كنا نهضروا على الاخر تاع العيد ورمضان وهذه، حاجه ما صرات، حاجه ما فهمتني. في عود حنا في عود نديروا حوايج هادوما، مي شغل الله غالب كانت تحتم باش ديرها في هاد السوشيال ميديا، فهم؟ ما نديروهاش باش نديروا لو بوز ولا آه سو الله يعطيك الصحة مصطفى، ميرسي. سورتو مصطفى تاع الكورونا هذه، سورتو جامي صارت في صارت الحرب في الجزائر بيان سور، حرب على بالك باللي ريح في الدار وتخبى، مي هذا المرض ما تتخبى يتبع فيك، الحق رانا في حرب. الناس في الجزائر على بالك المشكل وراه، مازال ما فاقوش بلي حرب هذه، فهمت؟ ماشي انسان مع انسان، يا هذا مر يجيك من يجيك جوش يجيك قالها لك رشيد، لازم كاع نتعاونوا، لازم كاع نتعاونوا، لازم بلو فيت بوسيبل. قالها لك رشيد البارح، قالها لك رشيد، قال لك هذا حرب بصح ما نعرفوش ما منا نتحاربوا، راك فاهم؟ نعم. قال لك كاين بزاف في الكومنتات مانيش سمحوا لي، اسمح لي مصطفى، كاين بزاف لي كومونتير والله العظيم ما نقدرش نشوف. سميشه راهي تضرب في ليكرون، هذا ليكرون هذا ال او دي ماشي ال سي دي، فهم؟ سي ديفيسيل باش تشوف. جميع اللي راهو يسلم يعني رانا نسلموا عليه، سمحوا لي مانيش قادر نشوف. راهي كي تضرب سميشه في ليكرون يبان تحل، يبان ظلمه. ال او دي قاع دايرين هكا، لازم تريح في الدار. سمحوا لي انا نشوف محمد خليفاتي ورشيد، والاخرين راهم بعاد عليا. واش نقول لكم؟ مرحبا بكم، اللي يحب يكومونتي كومونتي، معليش مرحبا بكم. اللي يحب يطلع، اللي يحب يقصر، اللي يحب ينحي على خاطره، اللي يحب يمد لنا معلومات نصائح ارشادات، يا خو مرحبا به، يبعث لنا الميساج احنا نطلعه. ابعد روح ديريكت اللي اسمه البروفيل تاعي، حوس عليا في البروفيل، تلقى كاميرا زرقاء تحت صوره تاع بروفيل تاعي، عبزها نشوفك انايا. بلاك دوموندي تحب تدخل نعبزك، لا تدخل، من فضلكم اللي يحب يقصر، باسكو الحق الوقت اللي لازم قصروا على هذه الامور، لازم اللي يكون خدام كمل خدمته، ولا اللي يكون دار سبور ولا قرايته، ولا الحق للدار، مادا بينا يعاوننا، باسكو لازم تعاونوا ونشوفوا كيف نحلوا على المشكل تاع الكورونا هذه. الناس راهي تافيكت، الناس راهي تموت، الناس راهي تقاس، الناس ولا تخاف تخدم، ولا تخاف تقرا، الامهات ولا يخافوا عند اولادهم. رانا عايشين تقول مشكوكين، ماشي والدور موراك تشوف شكون موراك. واش نقولوا؟ اللي حاب يدخل مرحبا به، مرحبا به، مرحبا به، مهما كان 48 ولايه ولا 58 ولايه، اللي حاب يدخل يعطينا نصائح مرحبا. واش نقولوا؟ حسن المشكل وراه تانيك، المشكل وراه ما تقدرش الانسان ما يقدرش ميم بو يفواياجي، لو كان هو الانسان يقدر يفواياجي الطيارات محلولين. نعم. مصيبه طيب. نعم ايه، الانسان يقدر ما على باليش يلمي منه يبعث مع الناس الماشينات هذه، كل واحد يهبط انا معك. نعم كل واحد هابط فورغون بابور ولا يبعث له ماشين. نعم انا معك فوالا. انا واحد اقسم بالله لو كان زعما البابور كاين ولا غنهبط الطوموبيل، يا لو كان نقدر فتح. السلام عليكم، اسمح لي فاتح دقيقه دوك تدخل، اسمح لي انا شتك. السلام عليكم فاتح، اهلا بك خويا. السلام عليكم ديالي معلم ديالي، هذه غيبه فاتح. لا لا يغيبك صباح. أو جا البوست تاع مصطفى، راه جا. حل لافاج هناك على بالك. واحد ما بارك له. والله ما سمعت مصطفى عاود. قلت له واحد ما بارك الفاتح. حل لافاج هنا في الانجليز، واحد ما بارك له. الله يجيب الشفا. عنده 57 فاتح ليدين كاع توحشاتك، ليدين كاع وراك. كيف؟ صافا شويه مورا حسن بيان. والله الحمد لله فتح، ستان بليزير نسمعوا الصوت تاعك. الله يعيشك.
صباح. والله الحمد لله رانا نقصروا على الوباء و الحال ربي يشفيهم ان شاء الله. ولي ما او ما تببت دالي جارك جارك نعم عمي عمر الله يرحمه كورونا اسمع عمي عمر يا عمر عمي عمر اوكي الله يرحمه سالي نعرف وجهه نسيت اسمه ما في البلاد وعايش في البلاد اها الله يرحمه سالي الله يرحمه الله يوسع عليه وليدو هنا في برمنغهام عيط له ما حكمتوش شكون وليدو حكيم حكيم عايش هنا برمنغهام نسيت حكيم انا فريد لو معايا في في الكونت هو اللي بعث لي الميساج شو فريد خوه انا اسمه فريد بغرارة وقال لي اليوم توفى الاب تاعه وقال لي خلينا نحكوا على دالي جاري وش جاب في الاخر يعلمك يعلمك والله ما على بال علمك تحكي قفامي دالي لكاش تاعنا يا عم بتلك تحكي على بغرارة من بغرارة تاع بغرة اه شكون دالي 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 قاعد بيا اخو سليمان مشي 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 واسمو اللي كانت عنده لا دوفيل بكري اش كانت عنده لا دوفيل الطوموبيل هذيك لا 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 واش واش شخص سليمان لا فامي دالي في ال 11 ميطاج راكاش تاعنا قبائل عندهم سليمان عندهم خوهم عايش في كندا عندهم واحد انا في برمنغهام والله يا فتح غير يسمحوا لي غراني بعيد على بالك اه نسيتهم نسيتهم او كي نشوف وجههم دالي دالي يا كورونا ثانية راهي دايرة حالة الله يجيب الخير بركة والله يا فاتح مقبلة أنا هدرت مع مصطفى والناس كاع راهم يسمعوا فيا لحكم أجات المحمدية تاع يعقموا هذوك خلى لي دو ميساج مقبلة دخلت لدرجتهم قال لك يا حسن قولهم اللي راهم في الجزائر واللي راهم في ليدين يعاونونا نشرو هذوك الماشينات الصغار رخاص بزاف هما يشروهم قال لك وحنا رانا بينيفولا غير يخدم قال لك يا حس راهي غير تزيد قال لك والله غير انا خايفين ها واش قال لي والله غير خوفني على بالك والله بيموتوا بيموتوا بعثه جديده البارح كريميريطا نعم فرح فرح والله فرح وما تسمعش في الديوانه في الميديتيراني ها نشوف مع الديوانه نعم ادخلوا لديورهم يدخلوا لديورهم يا ناس ماشي لازم يدخلوا نعم تعاون الديور تعاون بصح كاين بزاف تنحوايج مش غير الديور 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 كذب عليك لازم تساكري في كيما ساكري فينا حنايا ايه انا لازم احنا شوف رينا حسن تعلم طيب لا لا حسن انا باش نخرج من عنده شفاش حسن العام اللي فات ما شوف رينا شوف رينا ضيقة الخاطر تاع حكمك يا خالتي اهبول القنطة اش بيك عباك القنطة يجي لك الشيطان عباك القنطة الانسان ضعيف عباك الشيطان يقال ايه واعرة ماشي مكاني مزون المساكين قتلوا روحهم ومراد يا خالتي مزي يستنى ربي بالدين هاو هذا هو الصح اه دوك نعيط لكم ما عيطوا لي اه روح روح هذيك هي مصطفى كيما قلت انت يا لازم يريحوا في الدار لازم لي بافيت كي يروح يخرج نيسيسير الضروريات كيما حنا ماشي يروح يقضي كل دقيقه راح يشري حاجه يشريهم كاع على ضربه ويدير بلاكر تاعو ويسقمو خلاص باش ينقص المرض لازم كل واحد يدخل للدار حبه من حبه كريه من كريه هذا هو هذا هو الدواء تاعو ادخل دارك ادخل دارك دوك انت يرحم بابك تخرج من الدار صحيح تعاود تولي مريض هاك عديك يماك وبابك واختك بيان سور واش داك واش داك جمعك المرض حب يقول ريح في الدار هذه لا سوليسيون هذا هو الباراسيتامون تاع هذا المرض هذايا هذا هو نعم صح ادخل دارك خويا كل واحد يغلق باب داره ريح تخرج جمعك المرض للدار هذه هي حنا اون ابليك با حنا لي زاجيريان هكذايا ما صعاب حنا صعاب صعاب دوك يرحم بابك دوك تعيط لك شي واحد للجزائر قولوا يدير لك اللايف تلقى الغاشي لهنا تلقى الغاشي لهنا ماشي هكذاك ماشي هكذاك بزاف كيما قال مصطفى حنا ولينا نهضروا بزعاف والله ولينا نهضروا بزاف بزعاف سمحوا لنا باسكو علاه على بالو مصطفى راه يخطو بولادها ولادها يروحوا عند خالتهم ولا عمهم ولا يتقاسوا مصطفى يشعل التليفون هذا مرض هذا مات بعيد الشر الى اخره انا سي لا ميم شوز هذا لا ميم شوز صافي حنا ولينا نهضروا بزعاف بالتقلاق ترقد
نصبح تقول يا ربي ما تجيش فينا تانك، يا نبقى غير ندعو والله يا رانا تجر هكذا. ها واش نقولوا دفوه والله تعجز تليفوني للجزائر، تعجز باسكو علاه وراه خوك راهو يدور او برا تقلق. حسن نعم نعم، انت واش تحب؟ انت واش تحب؟ تحب تموت لك يماك ولا تريح في الدار خير؟ يا خو دوك هذه باينه مصطفى، دوك نهضروا كاين امور للناس اللي تفهمها. نعم كيخمم لوجيك حسن، كي تخمم لوجيك يا خويا نريح في الدار، علاش نمرض يما ولا بابا؟ علاه نريح في داري؟ راني قاعد ناكل نشرب، راني قاعد نساكري في هذاك الشهر، خير من يروحوا لي عائله تاعي. بيان سور نعم يا خو، وعلاش حنا واش صرنا قعدنا 6 شهور في الدار؟ ماشي شهر، 6 شهور اكثر من 6 شهور، خطره 6 شهور خطره 4 شهور، والله غير 6 شهور. عشينا نسيقوا، عشينا نطيبوا، عشينا ندير هذه هي يو. لازم تسكري في هذه الدنيا. نعم نعم نعم، ايه علاش نخرج؟ هذا يرحم بابك، كيخرجوا مع على باليش انا 150 بنادم في شاك حومه، ومن بعد يروحوا ايماجين ايه يتلاقاو كاع في هذيك القهوه. ها تروح القهوه قعديت هذا راك فاهم، ديجا كي تروح للقهوه تشرب قهوه عند القهواجي، ديجا هذاك الكاس ماهوش غاسلو مليح. راهم يستعملوا لي جيطاب، هذا الكوبي هذا ولا اسمه لي جيطاب، صح كيف كيف ديك يتبدلوا القهاوي يقول لك هذا يمد هذا. هاي حسن نديروها سوا ديزو ماشي كيسان يا خويا، نهضروا لا لوجيك بركا. سوا ديزو هذاك الانسان راهو مريض راهو بوزيتيف، يروح للقهوه يعطي له قهوه، هاك قهوه يعطي له دراهم راك فاهم، يعطي له 2000 يشدهم في يدو. هذوك الدراهم هذوك اسك راهم معديين ولا لا؟ صح نعم، سوتو الدراهم او تنفيكتا. وهذاك القهواجي يبدا ينفيكتي لي كليون، ينفيكتي الخدامين، يوم بعد هذاك القهواجي يطلع للدار ينفيكتي اختو مرتو يماه ولادو، وهي راح هاي واش نقول لك، ريحوا في الدار. لي حب يزعف يضرب راسه في الحيط ريح في الدار، حبيت تموت وحدك، حبيت تسلك مع سلك كاع الناس كما يقول لك، لقتل واحد كما يقتل امه كامله. ايه يرحم بابك، في عرض يشرو 100 ماشينه، علاش يشرو 500 ماشينه؟ نعم راك فاهمني، راني معاك 100% مصطفى. واش راك تقولوا كاع 100%؟ السيد اللي مات بالكوفيد شكون السبات تاعو؟ وهذاك الانسان وما على بالوش بلي قتل روح، على بالي بلي ماشي عمدا، هذه على بالي، بصح انت اللي عديته خاطر عليه انت. نعم. جبت معاك المرض هذاك. صح يا اخي، هذه جامي يخمولها تما جامي. انا يحكمني الكوفيد او يحكمني نقولوا سوا ديزو الله يبعد علينا الكوفيد هذايا، او يحكمني كي نطلع للدار نبقى نخمم، يا مع من كنت قاعد مقبله في القهوه؟ ايه كنت قاعد مع فلان وخمست معاه، اعطيت له هذه، شريت له عفسه، عنقته، سالمنا، راح يضر عائلته من بعد. نعم ايه واش نقول له؟ ونقول له اسمع راني بالكوفيد وسلمت عليك مقبل يا فلان، يا خرا والتعده، ثم راني عديته هو ويزيد يطلع للضربه كيكون عندها مرته ولا اخوه ولا اخته. صح نعم. هاي لك السبه صافي، ريح في الدار، ريح في الدار، هذا هو الحل. لا ساكريفيز هذيك لازم تساكريفي، ريح شهر 15 يوم، يا ولو كان 15 يوم ريح سيي، لو كان يريح الشعب الجزائري كاع تدخل الناس لديورها، اقسم بالله في عود يموتوا 100 في النهار، يموتوا 20 ولا ينقاسوا 20 ولا ينقاسوا 10، خير تروح الناس تروح بال 200. سبحان الله. نعم الله يعطيك الصحة مصطفى على الكونسي هذا، قلت لك ولينا كي نهضروا بزعاف، علاه؟ كي تكون في اوروبا غير عقلك لو يخدم، كي تكون في الجزائر نو عينك راك تشوف راك حاضر، كيما قلت لك لو كور تاعك راه تما. صافي كي واحد تقول لنا عايشين بالايماجيناسيون بصح رياليتي ميم طون. مصطفى راه يهضر بزاف، قال لك هذا تاع القهوه وهذا يخمس مع هذا وهذا يشد دراهم والقهواجي يرد له الصرف، والقهواجي بالك مريض متصرف كاع الناس، والناس اللي شدت راحوا للديور عند الزوجه تاعو ولاده الام تاعو الاب سوتو كانوا كبار، خالته عمته جداته ولا كان تعرف تمشي كي سلسله، ولينا الدومينو. من فضلكم واحد يريح في الدار يا خو، راح تقضي، ادي معك الجال
لا عندك جي طابل هذوك تاع ليغون سي ميو يلبس ليغون باش نقضوا على المرض هذا بلو فيت بوسيبل. والله ما دير هكا سي ديفيسيل باسكو حنا في الانجليز كنا نديرو هكذا زعما منظمين وعندهم النظام، ولكن انا ما نامنش انايا عندي ليغون عندي لابافيت. ها بالك راني نهضر كيما يقولك ها هاي لابافيت ها ما تنحاش من الجيب. ها حسان نمشيو هكذا حنا ما كاش ما نامنوش هنايا. اه يا حسان فاش تغيدك فاش تغيدك يا تروح للايروبور الايروبور تروح للايروبور الغاشي اللي هنا في الايروبور والله ما راحوا يفواياجيو في الجزائر والله ما راحوا يفواياجيو تلقاهم في المطار ما يفواياجيش بصحة في المطار تروح للقهوه يا خويا بروفيتي لوكازيون عندك يما كبيره ريح معها في الدار بروفيتي يا خويا جيت تسبت على الكورونا هذا ابتلاء من عند ربي سبحانه يا خويا والله ربي ابتلانا سي لوكازيون روح نشبع يما شويه نقصر معاها نحلي على خاطري نحلي على خاطرها بلاك تحكي لي تحكي عندي بزاف ما قصرتش مع يما قصره طويله باش راك فاهمني تحكي لي حوايج على باش نقول على باب الله يرحمه ولا على جده ولا على جدي تحكي لي شويه تجوز الوقت مع يماك هو تشبعك الدنيا احنا الدنيا اجبك برا لا تك صحة. سليمان خاوي يسلم عليك مصطفى قال لك تشي ريزون قال لك عندك الحق صحة سليمان سليمان اطلع اطلع قصر شوية والله ماني نشوف لي كومنتير لازم حبس حبس ندور لازم اسمي شارة تضرب في الكرون سليمان ادخل ادخل انا نسناو فيك حبس ندور نجو عباك الناس وي نعم تسليماتك هل نسمعتك نعم 70-80% سبة تاع الناس هما اللي قتلوهم عدوهم ايه صح هذي كان منا هاني نقول لك والله غير سبة تاعهم ما تقعدش بي يا اخو كيف صح عدوهم كما قلت عدوهم احنا اللي زارجيريا احنا على بالنا طونك الشعب الجزائري على باله احنا ناقصين اوني مونك دي مويان مونك دي مويان اون الجيري ما كاش ناقصين لي فاسيليتيز هذوك ما عندناش ناقصين دواء ناقصين كلش او بعث لي الميساج واسمو قال لك عائله الدالي الاب تاعهم توفى كذلك مدخل 17 عائله الدالي شكون هذا محمد خليفاتي هو اللي بعث مدخل 17 ان لله وانا اليه ان شاء الله مراد دار مراد دالي اوكي مراد دالي عمي عمار اللي توفى الله يرحمه وسع عليه ان شاء الله مثواه الجنه الله يعطيك صحه اخويا محمد من فتح وقال لنا دوك يدخل سير نعرفهم بك نسيت كي نشوف واحد نعقلهم راني بعيد برك هذا ما كان ان شاء الله يمت الصبر العائله وعائله بغراره الاب تاع عباس وفريد ان شاء الله يكون مثواهم في زوج الجنه Je ne peux pas parler de rien de me faire. Ok, ok, ok. Sliman, smahna. Inch'Allah, bishfa khouya Sliman, smahna. Ma alish, alish. Qui t'sma saut Mustafa, khalas. Hada wa s'sah. Jbeh. Bakder, Algar Juma, andu problem, Algar Juma. Jibla Rabbi alayha. Qal hana lik khtara. نحق رجم لا لا عنده مشكل تاع الفوكول تاعو تاع الصوت هذاك قال لك انا نسمع معليش بوري طابلي اسمه ان شاء الله نعم ربي يشفيك خويا سليمان بلا قلب كل حلوه اللي تذوب سليمان ربي يشفيه سليمان انا رانا نسناو في راشيدو يدخلها وخايف منك يا رشيدو يا الخواف ادخل مصطفى حبيت نسقسيك سؤال كذلك جيت راح ندير سوجي اليوم عليه اللي راهم يبيعوا الاكسجين غالي والقرنفل غالي وهادو حوايج تاع الكورونا مغير يزيدوا لهم سومات قل لي اسكو الحكومه راهي على بالها اسكو راهي تبيناليزي فيهم اسكو عندهم سجن باش يدوهم الى اخره اسكو يهديهم ربي ويستغفروا
وان شاء الله يحبسوا هذه الامور راه ان ربي راه غفور الى اخره. مصطفى عطينا الله سورتو سورتو لي ماشين هذو تاع الماسك تاع الاكسجين الى اخره. واش تقول فيها مصطفى عباك دي فوا ما راهمش ما عندهمش انسانيه ما عندهمش ريحه انسانيه. شوف هذه وحده تاع ما عندهمش ايفن كيما نقولوا 1% تاع هيومينيتي ما كاش از هيومن بين ايمان ولا كيقول الايمان ما عندوش هذا بنادم وهذا الانسان الانسانيه ما عندوش. نعم نعم ناس هذا الناس اللي راهم يغلوا الشربه واللي راهم في عرض يبيع هذيك الحاجه ب 400 ولا مليون سوسوا القرنفل ولا القارص ولا القرع تاع لي غاز هذوما اللي نعم يبيعوا فيهم هادوما هادو الناس ديجا الناس راهي تدعي لهم بالشر. هذه وحده ربي ما يبارك لكش في بالك. زوج بيان سير يا خا ونهار ان شاء الله يا ربي انا ندعي لك هذا الانسان اللي دار هذا الشيء ربي ندعي لك ان شاء الله يحكمك مرض ربي باش يزيد يعذبك واش راك دير في الناس. خاطر هادو من العباد اللي راهم يديروا هكذا هما السبه اللي راهم يموتوا الناس بالسبه تاعهم. خاطر لو كان جيت عندك قلبك برك حنين نعم. على الإيمات مات على جرتك انت لو كانت تموت يماك ولا اخوك ولا اختك ولا بابك تحس واش معناتها الموت تحس واش معناتها الخير فهمت. خاطر هذا الانسان باين الانسان اللي لو يزيد في القرن في 400,000 ولا لو يشري الغاز بمليون يبيعه بجوج ملايين هدايا هذا باين بلي ماشي كيما نقولوا ماشي جزائري ماشي مسلم جزائري كيما نقولوا حنا ماشي حر ماشي انا ماشي مسلم انا ما نقدرش نكفره فهمت بينه وبين مولاه بصح واش راني نقول لك هذا باين بلي يماه ماشي راضيه عليه فهمت والديه ديجا ماشي راضيان عليه. دوك اسكن تاطر عندي يماك تقول يماك تقولها يا يما راني شريت 200 قرعه غاز شريتهم ب 5,000 راني نبيع فيهم 100,000 واش تقول لك تقول لك ان شاء الله تزيد تربح ولا تقول لك الله لا تربحك يمك ديالك بالشر والله غادي عليك بالشر تقول الله لا تربحك يا وليدي تقول لك الناس هيتموت وانت راك زيد تغلي في الشربه راك فاهمني راني معاك مصطفى انا راني معاك. هاد الناس نورمالمون ما يصلحوش في الكره الارضيه كاع واش من القلب اللي عطالك الناس تلقاهم عندهم طابله تاع دخان واش مسكين يدخل اللي تلقاه يعاون بها اللي عنده طابله الاخراني مسكين باك تلقاه اللي يبيع الحشيش والمعدنوس تلقاه يعاون هذا يرحم باباك يروح يجري نوض على 5 تاع الصباح باش القرا حادو باش يعاود لهم البيع ماشي وقت البزنس ماشي وقت هذا وقت تاع الخير هذه هي لوكازيون باش تقابل ربي بالخير هذه هي لوكازيون برك درت انت الشر في والديك بالك سي لوكازيون هذوك جوج ولا ثلاثه عباد اللي سلكتهم من الموت راك عاونتهم في هذوك القرع ديجا ربي ديجا يغفر لك كاع واش درت. حنا واش نقول كمل اسمح لي كمل سلك الناس برك هذوك الناس الا شتك ما تصومش رمضان نقول لك معليش صح الا سيفيت هذوك الناس سلكت هذوك الناس ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه من الموت ديجا ربي والله غير باذن الله ربي كما يقولوا يستجب لك ويغفر لك صح باش الله يعطيك الصحه مصطفى. حنا مصطفى واش نقولوا راني على بالي مصطفى واش حاب يهضر باسكو راهي فيا انا ثاني كي سمعت هيك خطاب بداو يزيدوا السومات والناس في اسمه في اليوتيوب يقول لك هم شحال زادوا السومات ها وشحال شراها وشحال يبيعها تاع البلديات كانوا يهضروا هذيك خطره كذلك في اليوتيوب قال لك راهم يبيعوا بتخبيه الى على بالنا مصطفى راه يهضر بزعف ما انا لو كان نهضر كيما مصطفى نهضر بزعف ولكن باش نكونوا خاوه نترحموا بيناتنا ربي راه رحيم غفور رحيم سينحوا هذه الطبيعة الفاسدة الله يسجيكم ماناش نقولوا ندخل للنار والحبس نو ماناش نكثروا ونحقدوا فيكم نو سيو خافوا ربي سبحانه شوف جارك شوف حبابك شوف بعيد شر عائلتك اللي راه مقرب لك بلي بروش سواء في داركم ولا خاوتك ولادهم ولا خياتك ولادهم الى اخره سيو ارفد راسك في السماء كي مقبل ما تروح ترقد وحدك ارفد راسك في السماء
وشوف شكون اللي يعس فيك صباح وعشيه هاي لك واستغفر والدراهم تاع الحرام اللي درتهم عاود صدقهم كما يقولك رولا ما ديهمش لاولادك وما تدخلهمش لدارك وكما قالك مصطفى بيع حشيش مقطفه تعيش مهني بولادك وما تعيش ريشار بالحرام الله يستر باسكو الا ما خرجوش فيك يخرجوا في ولادك ان شاء الله ما يخرجوش في ولادك ان شاء الله ما يخرجوش فيك سي كذا حبسوا هذه الامور والدراهم اللي درتوهم غير صدقوهم دراهم الحرام يروحوا في الظلام ها واش نقولوا حنا مام دراهم الحرام هذوك باش تصدقهم ما يجوز لكش خاطر ديجا دراهم هذوك حرام ايه ها المشكل كيف وخده ما تقدر تصدقهم ولا تقدر اشتعلش الكلمه تاع حرام واعره اشتعلش الكلمه حرام واعره مام هذوك دراهم دوك انت تربح اللوطو 100 مليار وتروح تصدق ولا تروح بهم للحج ما تصدقش تروح بهم كاين بزاف الناس هكذايا كاين كيف تروح القمار تروح للحج هذه باينه غير مقبول هذه فهمت الحج بدراهم الحرام ولا تروح تبعث يماك نتايا بدراهم الحرام زعفت لنا سليمان او زعف عليهم سليمان او قال لك ما تسمعوا لهمش شوف سليمان احنا واش نقولوا سليمان خويا واللي راه ما قاع يسمعوا فينا ربي يهديهم وان شاء الله ينقصوا السومات نورمالمون ما ندخلش الامور هذه مانيش كوميرسو انا معهم ولكن واحد كيشري ماذا بينا يصدقهم ولا يشريهم بدراهمه يعاود يرد الدراهم هذوك يشريهم رخاص ولا بالك الناس تعوضوا تعطي له دراهم تخلصوا بالك سمن بصح ما يديرهاش التبزنيس ما يديرهاش اللي يحب يربح يربح في عام يربح عامين مازال الدنيا تمشي ان شاء الله لحيانا ربي بيان سور ها واش نقولوا والله ماني قادر نهدر والله سمحوا لي مانيش قادر نعلق كيف هذا بالندم وعايش مانيش قادر انا ما نقدر حسان نعم الناس يداوي بالقرفه لا الناس يداوي بالقرفه نعم صح الناس يداوي بالقرفه نعطيك ان اكزومبل بركه نهضوا لا لوجيك عندك حانوت تاع ليمونطاسيون تبيع فيه كلش ليمونطاسيون هكذا بصح عندك غير القرفه القرفه هذاك الناس اللي يداوي به كي تشري انت القرفه ب 1000 فرانك وتبيعو ب 1000 فرانك ما نربح في القرفه معليش ياك ليسونسيال غير القرفه اللي ما ديش فيها فايده وعندك سلعه اخرى كاع فيها فايده يا خويا واش ربي يعاونك واش خسرت انت كي تشري القرفه هذيك 100 كيلو تاع قرفه وتبيعها للناس براس مالها تبيعها غير كيما شريتها عباك ديجا ربي يبارك لك في مالك ويبارك لك في ولادك ويبارك لك في عمرك ان شاء الله ويبارك ان شاء الله في ولديك راك فاهم نعم ماني معاك انت تروح تشري القرفه تشريها ب 1000 راك وتبيعها ب 50000 ربي عباك باللي ديجا ربي واش عندك في الحانوت ما يبارك لك شجع فيه ما يبارك لك شجع في مالك يولي ديجا ربي بتاليك يخسر لك كاع الحانوت هذاك يولي واحد ما يدخل عندك بيان سور يتخلطوا لك الدراهم الحرام والحلال تحيل وراهم الحلال وراهم الحرام كي تدخل المشكل لك الرابعه من بعد اي من بعد تولي تقول ورا الحلال تاعي ورا الحرام تاعي بيان سور تعد مشكل فاهم نعم نعم مصطفى علاش حنايا علاش حنا ربي وغاضب علينا علاش كي الحق وقت رمضان كل شيء يزيد سبحان الله غير العالم الثالث مصيبه يا خاوي مصيبه اللي عندهم هذا المشكل بورتو حنا مسلمين كلمه تاع مسلمين راهي حاجه عظيمه عند ربي فاهم اعزنا الله بالاسلام افهم اعزنا الله بالاسلام يا حسن يرحم بابك قول لي انت في رمضان كي الحق رمضان باش تروح تشري نتايا كبه تاع الحشيش ولا معدنوس اللي كنت تشريها ب 500 تلقاها ب 3000 كي الحق رمضان هذا الحشيش برك فهمت هذا الحشيش نعم نعم انا معك ومن بعد تهبط تروح تصلي الصبح الظهر العصر المغرب العشاء الفجر التراويح تصليهم كاع في الجامع ومن بعد كي تدخل تروح تبيع تضرب للناس كاع على الراس بوم 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 فهم يشو ايفريوان الله يهديهم واش نقولوا مصطفى ان شاء الله ربي يهديهم والله صلاتك مام والله صلاتك مام قبوله انا نقولها لك معليش كاين امور جميع واحد اللي يخدع جميع واحد اللي ما يمشي في بنيته وقاسما بالله ما يربح ما كاش هذيك تاع زعما باينه ربي زعما تروح تعميها من بعد تروح تصلي صلوات تاعك في الجامع من الصبح حتى العشاء نو لا لا صفي روحك
مع ربي قبل، فهم؟ نعم. يلحق رمضان، يلحق رمضان 200,000 لحم، طاح شي زلابيه ب 200 ب 20,000 ولا 30,000، شريح باقي البلوز ب 5,000، وينك رايح؟ هذه كاع باش تبروفيتي شهر، باش تبروفيتي في شهر تاع رمضان دير دراهم. بصح علاش ما تبروفيتي شهر تاع رمضان كاع خير كاع صدقه، ومن بعد عباك باللي مور رمضان ربي يرزقك وانت معك، تنوض باك تنوض بشكاره تاع دراهم. تحير من جاك الرزق، راه في القران هذا واحد من مثالك، تحير من جاك الرزق هذا، سبحان الله. ايه بصح حنا لا لا ساس كونتر، حنا واش قال كاع الرسول واش قال ربي؟ والله ما نتبعوه وما نطبقوهش والو. هذه هي كما يقولك خرجنا عن نطاق الاسلام، كما يقولك الصفات الصفات الحسنه تاع الاسلام، ها هو المشكل مصطفى. الناس عباك بكري الناس كانت تشوف طلع راسها لسما من بكري، معروفين هادو الوالدين، ناد هذا الوقت بدا يهبطوا رسانهم في الارض مصطفى، ها هو المشكل وراه. باسكو انا باش ما نخرجوش على الموضوع، احنا نهضروا على لما يبيعوا القرعه تاع الاكسجين ولي ماسك تاع لي برونشيه بين القرعه تاع الاكسجين والبنادم هذوك، قال لك راهم غلاو. كاين واحد الامور يحكوهم لك والله يتخلع، القارص زاد، قرنفل زاد، وشنو هذا سبحان الله. لو كان يخرج مرض واحد اخر ثاني تزيدوا تخرجوا بزنس واحد اخر ثاني، خافوا ربي. احنا واش نقولوا؟ رانا خاوه، رانا جزائريه، رانا مسلمين. كما يقولك كي توجعك حاجه في لحمك الكور تاع كاع يوجع، كي نشوفوا حاجه في الجزائر الكور تاعنا يتقاس. لا رانا في لوسي لا ميم شوز، واحد كي مرض في الجزائر نمرضوا، واحد كي يموت نزعفوا نحزنوا. من فضلكم من فضلكم، هذو لي كوميرسون هذه كما يقولك الوقت اللي راهو مصطفى وانا نهضم هذا المنبع، يا خو من فضلكم احترموا هذا. وان شاء الله هذا الفيديو راه بارطاجي بارتو انترناسيونال، وراهو في اليوتيوب الناس كاع راه يسمع، مام الكور كاع ما يشوفوا فيه، معليش ما يفهموش. يجي نهار ان شاء الله يفهموه، يجي نهار وين واحد يتزوج بعربيه ولا جزائريه ولا ولاد عربي ولا جزائري، يا خو يفهموه، يقول له هاوش يهضروا مش هادو. مام هادو لي فيديو ان شاء الله صدقه جاريه، حنا رانا نمدوا نصائح قد ما نقدروا، اي معلومه نعرفوها نمدوها، ميم ان شاء الله ما تكونش غلطه بيان سور، ماناش مسؤولين على امر هكذا، ولكن حنا ماذا بينا نتعاونوا نمدوا حاجه مليحه. اي تفيد هذه كلمه خاوه خاوه، ماشي غير تكتبها بك خاوه خاوه، نو لازم تكون في الدم تاعك في عقلك في قلبك. كي تنوض الصباح تعرف واش معناتها خاوه خاوه، تعرف واش معناتها الخاوه، جارك خاوه، خوك خاوه، اختك خاوه، الى اخره. نتعاونوا سورتو رانا في وقت شدة، الإرهاب والحكومة واش دارت فينا واش راهي مازال دير فينا، لازم هذا هو الأمر اللي نتفاهموا حنا الشعب، نتلاصقوا ونتعاونوا. اللي ما يحبش الحكومة حر، الحكومة ما عندهاش الحق للدخل في الأمر هذا، ما عجبتكش الحكومة ما عليش دبر راسك، ولكن نكونوا خاوة نخدموا نوروا للناس ولا لحكومتنا ولا رانا خدامين حنا، ما راناش مع ضد حتى واحد. اللي يحب يتبعنا ان شاء الله انت نمشوا بحاجه منيحه وفيها لا كونفيونس ثقه والاخلاق، وان شاء الله كلشي بالدين اللهم بارك. واللي عنده هذوك تخربيشين دخلات وخرجت يا خو ماوش منا، ها واش نقولوا حنايا. وان شاء الله كاع نتعاونوا، ولا غلطنا سمحونا، ها واش نقولوا، وربي ان شاء الله يصلح كما يقولك الامر تاعنا يصلح. واش انا نهضروا حنا ماذا بينا نديروا خير بلسان بالوقت تاعنا، نخلو ديورنا نخلو كلش، نجو نقصرو نمدو نصائح نمدو هضرات تكون شابه. واحده مديبريسي، واحده وكاره، واحده مريض، واحد وفاولوكش، واحد معايله، ام يدخل لي نحي على خاطرو ينحي، ولا يروح يسمع هادو تاع الاكسجين ثاني يزيد يهبط له المورال، بابا يمه ما تسبب كورونا ولا يزيد له الاكسجين. نعم نعم صافا حسن، نعطيك بك حاجه. نعم نسمعك، نعطيك حاجه صغيره، حاجه كما يقولوا حاجه لوجيك، فهم حاجه لوجيك. انت عندك حانوت سواديزو حسن، فهم؟ انا اسمع فيك. نعم عندك حانوت سواديزو، يمك وبابك ميتين، انت تحب بابك ويمك حسن؟ اي دوك لا نقاش، هذا واحد بنادم ما يتناقش بهذا مستقبل. نعم نعم بيان سور، نعم
و لارجيريا 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 ديرو كلش ما ديروش غير يماه وباباه ما تخلطلوش فيهم يماه وباباه ما تلعبوش هكذا ديرو واش تحب غير يماه وباباه لا لا صح نعم دونك انت عندك حانوت عندك حانوت باباك ويماك ميتين سوا ديزون ميتين نعم. عندك حانوت نعم. تبيع القرنفل هذايا ولا القرفه ولا القرنفل الوائبه يا خويا صدق 50 كي يماك وباباك يسواو قرنفل بيان سور صدقة جارية ماني معك اللي فاهمك نعم صدقة جارية على باباك ويماك يسواو قرنفل على باباك ويماك يسواو قارص على ويماك وباباك يسواو قرعة غاز ديرها صدقة جارية انويها نعم ماني معك ما نويتها لوش ما نويتها لوش في الحياة ما كانوا ما نويتها لوش في الحياة كي كانوا عايشين الحج والعمرة هاوليك انويها له في القرنفل يا اخويا والله غندي صدقة قرنفل على يما تسوى قرنفل على يما تسوى قرعة غاز ولا اسمه القارص ولا راك فاهم انويا لا لا تروح ديرو ب 400 الف انت الكيلو ولا ما باش شحال كيفاش يتباع القرنفل هذا حاجة لوجيك اسمح لي دقيقة مصطفى أوه. كمال بيلا السلام عليكم اهلا بك خويا كمال بغرارة لاكاج 17 تروازيام ايطاج بابا تاع عباس شفيت عباس عباس او طوايشي هو كبير علينا 68 67 زيد لا مانيش غالط بابا اللي توفى وعائله دالي لا ميم كاج لاكاج 17 عائله دالي عمي عمر بابا مراد قال لك رشيد ومقبله كتب لي السر نعرفهم نسيتهم ماني بعيد برك هذا ما كان عائله الدالي باباهم عمي عمر توفى وبابات بغراره تروازيام ايطاج في زوج لاكاج 17 17 لاكاج 17 ربي يرحمهم ويسع عليهم ان شاء الله مثواهم الجنه شكرا كمال وسليمان وطريبيا ما تقلقوش سليمان بقدر على رقبته حاجه صغيره هنا بك القرجومه ولا راه الحمد لله راه يسمع فينا راه يكومونتي مصطفى الله يعطيك الصحه على الكلام بيان سور منيح تهضر منيح تسيولاجي ديفولي نحي واش كاين تهضر الحقيقه بيان سور ما كاش كيما الحق لي كوميرسون هادو لازم يفهموا روحهم يستغفروا ربي سبحانه لا شراو هادو لي ماشين يا اخو ما باش انا ما ندخلش في الامور هذه يشريهم يبيعهم لي مام بري وان شاء الله الربح راه عند ربي سبحانه هو اللي عنده هو الرزاق متاسمو الرزاق على جنة الرزاق واش يزيد لك فوق هذه وتاني استغفر وغفور تانيك ولوا الطريق تاعكم ها واش نقولوا حنايا رانا 2021 مش مانيش بكري تاع دري صغار واحد ما تعرف كيف وقته يجي اليوم كورونا غدوا كشمر بعيد الشر الى اخره بنادم يستغفر كاع لي كوميرسون ان شاء الله ويتوكلوا على ربي يعاونوا تزير رانا حاصلين كيما يقول لك رانا او سكور رانا نطلبوا النجده باش نعاونوا خاوتنا في الجزائر النجده رانا نحضروا رانا عندنا كونتاكت مع اللي راهم في فرنسا رامي يجمعوا الدراهم باش يبعثوهم للجزائر رانا مع بريطانيا باش يتعاونوا رانا لو ميساج انا غير نبعثوه بارتو الناس تسمع باك اليوم تسمعك تكره غدوه تسمع يجي نهار واحد يجوز عليك شباصه يقول والله غير نصدق سواء في الجزائر ولا في المهجر في خارج الجزائر ان شاء الله نعاونوا بلادنا راهي محتاجه ها واش نقولوا احنا ولازم دراهم يروحوا ليد الانسان الصالح هذا ما كان واش نقول انايا لا حول ولا قوة الا بالله ان شاء الله قاعد يتعاونوا ها واش نقولوا ونطلبوا ان شاء الله خونا سعيد يونسي اللي خلانا ميساج ان شاء الله بالتوفيق ربي ان شاء الله يوفقكم ونخلوا هذا الميساج الناس اللي قادره تعاون هذه الجمعيه جمعية واسمها جمعية أجات المحمدية
لانسي نتاعها احمر واخضر اجات المحمديه أ جي او تي المحمديه رئيس تاعها البينيفول راهم كاع بينيفول ما يخلصوش رئيس تاعها كما يقولك سعيد يونسي وكاع ليكيب تاعو كاع كما يقولك ستاف تاعو ان شاء الله ربي يوفقهم ربي يعطيهم ما يتمنوا راهم يشوفوا راهم يخدموا هذا سعيد قاست الكورونا دو فوا ديجا الضربه الاولى كي بدات ربي يوفقه ان شاء الله ها واش نقولوا سعيد لا تسمع فيا ان شاء الله نبعثكم بعد هذا الفيديو والناس لا تسمع فينا كاع اللي راهم في البلديه المحمديه يتعاونوا كل فيت بوسيف قال لك الحاله ماهيش تشكر هذيك الطاقه قالها لنا قالنا لا ميم شوز قالنا الحاله ماهيش تشكر حتى بداو يرحمك الله مصطفى قال ما يشكر ومن بعد سمعنا بزاف ولاد اليدين بداو يتوفاو هذيك الضربه عندها بزاف وعقلت 22 ما انشغلت في اليدين توفاو 22 من الضربه تاع علي عشاب الله يرحمه ويسع عليه حنا واش نقولوا قال لك لافاك هذه تتحكم بزاف هذا الايام ورام كاع يهضروا عليها ماشي انا نهضر ماشي نخوفوا ولا تبدا كيما يقولك فلوس تاع اوت شهر اوت هذا تما اللي تبدا علاه اللي تحكموا نهار الاول صافي تمشي كيما نقولوا حنايا هذا يعدي مال بين لو 15 بين لو 17 هذاك الوقت اللي تشوف الناس بدات تمرض صح بدات تمرض حنا واش نقولوا عسوا روحكم الحذر وان شاء الله تعاونوا كاع بلديه المحمديه وكاع الجزائر 48 ولايه يعني نهضر انا مانيش نقول غير المحمديه والبلديه تاعنا نو مانيش نقول غير حومتي سيتي دي دون او حي الكثبان نو رانا نقولوا الجزائر بصفه عامه لي دين ولا بلديه المحمديه بصفه خاصه تعاونوا قد ما تقدروا المسافات لي بافات الى اخره مانيش حايبين لافاك هذه لا ديمارات خلاص ما تقدرش لي زوكي تبقوا يعودوا معمرين طبا بيان سور يعيو ما يبقاش يخدم 24 طبيب يعود ما يضويش يعود مسكين في النهار راقد وفي الليل نايض يتخلط له بروغرام على جانبكم ها واش نقولوا حنايا تعاونوا كاع بلديه المحمديه ديروا يد في يد باش عاونوا هذه الاجات سيتي لي دون انا نهضروا حي الكثبان عماره الف وعماره با انا نهضروا المسكن تاع 632 لوجمون والمسكن تاع 618 لوجمون انا نهضروا لافيجري بيان سور سيتي كارتي بيلار ميديتيراني ميديتي بيلفي بيان سور سا ميزون ومن بعد نهضروا على ليدو راهي في البلديه المحمديه داخله معها لي تاماريس لي باماريم لاراديوس لاراديوس راهم حبابنا جبل ربي ماش داخله مع المحمديه خويا مصطفى لا ما نشغل لاراديوس راهي معليش معليش لاراديوس مع من مع لا سويس لاراديوس تابع معانا اي دوك يبعثوا لنا ميساج نشوفوا انا جامي سمعت لاراديوس داخله بلديه المحمديه باسكو علاه لي مور لوطوروت منايا جبل ربي تابعين جهه الحراش وجهه الدار البيضاء وطبع الفوقه فورد لو هذوك الجوايه الله اعلم مش غلط ابي يطيح لراديوز ابي ايه هما ما يشوفوش ابي مصطفى هما يشوفوا كيف قسموها يقدر يكون الدار هنا ودار هنا هذه الدار تابعه لا كومين هذيك وهذه الدار تابعه لا كومين هذه معليش معليش دوك حميدو يقدر يعطينا ميساج ولا كش واحد يعرف معليش انا واش قلت ليدو لي باماريتيم لي تاماريس هذه لي باناني راهم داخلين معانا بلا ما نشغلط بالك شويه باب الزوار جهه تاع باب الزوار شويه راهي داخله معانا لا ما كاش راهي تبع الدار البيضاء وطلع الهيكل هذوك التعاونوا من فضلكم لي باناني انا قلت لكم لي تاماريس ليدو لي بان سيتي لي دون عمارة ألف عمارة با 632 لوجمون 618 لوجمون سا ميزون سيتي بوليس ميديتيراني بيان سور لا فيجي طويلة كاع كاتي بيلار اسمح لي دقيقة بعث لك ميساج قال لك لا راديوز ابارتيان على كومين الحراج طري بيان ميرسي هذاك هي باسكو انا واش نعرف بيلفي
واسمهم لا راديوس اللي 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 مور لوطوروت، حنا نقولوا مور لوطوروت تابعين كاع الحراج، واللي مور لوطوروت لي باونا تابعين كاع دار البيضاء وطلع الفوق، هذاك معروفين فورد لو هذوك جوايه معروفين، برج الكيفان برج البحري الى اخره. معليش حنايا ان شاء الله كاع يتعاونوا يد في يد، باسكو كيقولوا بلديه المحمديه يتعاونوا بلو فيت بوسيبل، والبلديات الاخرين يزيدوا يتعاونوا بلو فيت بوسيبل، باش ما تبقاش فوضى، الناس تبقى تقول لك اللي من مد شكون اللي حيدي الى اخره. حنا واش نقولوا؟ نتعاونوا مع بلديه المحمديه طونك رانا في البلديه المحمديه، وبلديات الاخرين ان شاء الله عندهم ناس راهم لايف يديروا لايف من الحراش ولا كيما الشاكير ولا جامع رحموني ولا كان بزاف ناس معمره الناس راهم يديروا لايف، ان شاء الله ربي يوفقهم ويتعاونوا مع بلديتهم. ها واش نقولوا حنايا؟ ولا حصلوا لي زيرجونس نتبادلوا الاراء، نتبادلوا كيما قلت لي زيدي نتعاونوا الى اخره. ها واش نقولوا؟ بلفي بلفي الحراش تاعنا كاو قال لك بلفي سي الحراش، الله يعطيك الصحه ميرسي. صافي بلفي الدين المحمديه لا فيجري راني معاك مصطفى، انا كي قلت بلديه المحمديه باش الناس ما تبقاش تقول لك وين راح نمدوا حنايا، ها واش حبيت نقصد؟ باش كي يدخلوا للتريزور ولا الجمعيات ولا ليزاسوسياسيون ولا كوميتي دو كارتي هذو على بالهم باللي الدراهم ولا الماتيريال الحق الحق البلديه المحمديه، ما يقولكش مخصو فيها الشك الى اخره. ومن بعد كي يدير التوتال يحسبوا واش عندهم كما اللي يحبوا يوزعوا يصدقوا هذيك بيناتهم ان شاء الله ربي يوفقهم. ها واش نقولوا حنايا؟ حنا عندنا رانا نمدوا لو ميساج من المنبر هذايا، بزاف ناس سقساونا اي خطا المير قال لك ماذا بينا حنا نسحقوا بينيفول ناس يجوا لي سونتر، هذو سته لي سونتر فتحوا تاع كوفيد يجوا بينيفول يجوا تما يعاونوا يسقموا ناس فلاشين ولا ما بعرفش انا كاين امور هكذا يوروا لهم ولا ماذا بينا حنايا يروحوا هذا تاع ليدو تاع لافيجري تاع واحد في اليدين واحد فتحوا سته لي سون يحب بينيفول اللي توكل على ربي سبحانه. ها واش نقولوا حنايا؟ الله غالب، غلقونا الحدود غلقونا البواب غلقونا كل شيء حسن. واش مزيه مزيه كاين هذا كيما نقول لك السوشيال ميديا هذا كيما نقول لك الناس تهدر وتعاون وتقصر باسكو منا واش انا نقصرو كي اللي راك مع كي اللي راك في الجزائر فهمني كي اللي راك مع الناس ولكن غير مباشر الناس هاي تشوف فيك وكل واحد يتعلم حاجه تكون مليحه يرفدها ان شاء الله حاجه اللي ما عجباتوش معليش يخليها لواحد اخر اللي يحبها الى اخرها. واش نقولوا حنايا؟ حنا هنا ماذا بينا رانا نديرو خير في وجه على وجه ربي وصدقه جاريه للوالدين. ها واش نقولوا حنايا؟ الله المستعان. هذا ما كانش نقولوا ربي يشفي اللي راه مريض، ربي يغفر اللي توفى ان شاء الله مثواه الجنه، واللي راهو صحيح يحس روحه ويلتزم بالقوانين الطبيه الصحيه. طاهر بيلا السلام عليكم يا طاهر. طاهر نقص صوتك نقص. السلام عليكم طاهر. طاهر انت تعجبني، انت تجور لي البافي تعجبني والله تعجبني. والو انا والله غير ديتها لنا يا طاهر ديتها لنا على بالك. هكذا اسمع لا اسمع هذيك ماشي هنا لازم تغلد كلش وما كدير والو هكذاك. لا هذا وين هذا وين؟ طاهر كلارو 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 بيان. انا ما تنحاش من جيوبي، انا كل جيب عندها وحده كل جيب والله كل جيب كل جيب كل جيب عنده. اسمع شوف وين لحقنا، شوف وين لحقنا في عود دخل جيبك، شوف وين لحقنا دخل جيبك باش تجيب الدراهم جبد لي بافيت هذا لي بافيت افهم انت يا الموت وعره طاهر. اليوم 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 نورمالمون كان تي جي عندنا كان عرس الله يبارك كلهم مصطفى الا كاين حاجه مصطفى نبعثك اللايف اللايف نعيطك مصطفى شوف شوف نبعثك لايف راك معروف معروف ديما طاهر قالك الكورونا في الباب اللي تدخل تقبضوا هذه مليحة طاهر والله غير يتسنى فيك ما عرفتش طاهر كيف يرحم باب انا في الحانوتة ها انا في الحانوتة انا في الحانوتة ها هو شي جلاطة ويخدم كل الله يعاونه ها يخدم الله يعاونه ها السلام عليكم ها يخدم كراسة كراسة هذا
اسمع قول له قول له خدم تاع تبون او رشا تاع تبون. قلت تاع تبون رشا. هو يتعاقب. اسمع هذا ميكانيسة تاع كراسة. تاع الكراسة هادو هاد. بين خدام بين موشي طاهر موشي يهضر كاع معانا بين خدام من وارو صافا لاباس الحمد لله يسلمك بنتي صافا صافا طاهر حسن كيما شريتها مع خويا صافا بيبا ها كيفاش فريتها معاه والله ما سمعتك علمناك تهضر قالك بلي عيط لك طلب لك السماح منك نعم طلب لك السماح لمن سمح كاع الناس وخلاص هذا ما كان نعم الحمد لله لا نور ديال النهار مسكين مزياكي والله العظيم الحمد لله واش دار باش جياسكا ليسما ها ليسما جياسكا البارح واش به جياسكا قتلوا ليسما البارح قتلوهم بصح خسروا حالا غرب او سي كونت ماتش سي محمد انا نعيط نو ها؟ 50 ماتش وشنو السكور ماشي 2-1 1-0 خسروا 1-0 هذيك تاع سيربي هذيك سيربي 2-1 اوكي خسروا مع الياسما والله عباك بلي اقسم بالله عباك انا ما نشوف الشامبيونات تاع بلاستيك انا ما نشوفهاش والله العظيم غير اسمع دي جوال تاع جياسكا قسما بالله الله يباركو غير يلعبوا بانو غير ما شاء الله طلعنا مصطفى طلعنا حبيبك يقصر معنا شكون ملال طلعوا يقصر لا انا عندي عيطوا انا عندي حبيبي عيطوا حسب كونتاكت طلعوا قولوا يا سكي دي ديبار قولوا خليها برك لافاني خليها في بلاصه ما يحركوش الله عندهم دي بون جوار يا اخو كيفاش لا تجمع راه يدير كاع واحد اخرين لا تجمع يدير واحد اخرين كاع ما تجي مع كرة لمسان يدير قاوات اخرين ايكيب واحد اخرى خطر على لوديس عنده لاكوب والله غير عنده ايكيب شابة قسما بالله غير ليكيب الله يبارك يلعبوا بانو مصطفى طلع لنا لا مليح حابس نشوفه كمل نشوف ولا نقدر نطلعوا على رجو اختينا نطلعوا نسيبي سمعت مصطفى ها يا رشيد اطلع الله يسجيك رشيد وما يهدرش على الفوتبول خاطر الفوتبول رشيد راهي كومونتي مقبل وي كومونتي يا رشيد اطلع قصرنا احكي لنا على الاكسجين مزادوا له القرنفل زادوا له القار زادوا له والله العظيم زادوا كلش هاني السنة نهار السبت على روحي روح الليت جهه مانشستر رشيد تمام لا يا رشيد لا نسيت باغي نتلاقى به والله غير عليك يا مصطفى مصطفى في اي بي مصطفى واحد البلاصه يعيطوا لها دونكاستر شفتوا في اي بي كنت اونلاين معاه دونكاستر يرحموا لي زونترينر مصطفى لا تجمعوا لي زونترينر ريح مو لي جوار كاع مليحة تاع ليكيب ماشي ليكيب فابل لا كي مليح تبدا نهار اسمه نهار تبدا الشامبيون احنا مازال ما خلصتش كي تخلص الكورونات باش تحبس الشامبيون تاع الجزائر عباك اليوم حنا طلعت اليوم طلعت هكذا 1005 براسك 1005 وتبقى يضرب انا ما نحبش نهضر على الكورونا يا اخويا بلعب عييت والله على العادي كورونا الله العظيم متاعي كبر شكدير ها نروحوا